السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نديرو الصفحة 116 والصفحة 117 من الكتاب المدرسي فوكس للغة الإنجليزية بالنسبة لسنة الثالثة إعدادي. فلنبدأ على بركة الله بالصفحة 116. إذا عندنا في هذا الدرس ديال اليوم grammar القواعد. أولا قالك read the letter then circle and write in the list all the verb forms in the past. قالك نقرأ هذه الرسالة وندور على كاع الافعال اللي كاينين عندي في الباسي في الماضي ونكتبوهم في هاد لا ليست. اذا نقراو بعدا هو الاول الرساله ونشرحوها. Dear Jim, our holiday in Saidia is going well. Yesterday we traveled to Wujda. We walked around and admired the beautiful houses and small streets. Last Thursday we visited Nador. We started our journey at 8 and we returned to Saidia at 9 in the evening. We loved the beaches near Nador, but we didn't go to the shops. We were very busy. What about you? How was your visit to Turkey? Did you enjoy it? Write and tell me all about it. Tom and Tanya. إذن دابا نبداو نشرحو. إذن الرسالة تكتبات من طرف توم and Tanya. هما اللي كتبوا واحد رسالة لجيم. قالوا لي Dear Jim. عزيزي جيم. Our holiday in Saidia, العطلة ديالنا في Saidia is going well. غادية مزيان. Yesterday we traveled to Wujda. البارح سافرنا لوجدة. We walked round and admired the beautiful houses in small and small streets. We walked تمشينا زعما في المدينة and admired وأعجبنا بالجمال ديال المنازل أو لا أعجبنا بالمنازل الجميلة and small streets والشوارع صغيرة. Last Thursday الخميس اللي فات we visited Nador. زرنا Nador. We started our journey بدينا الرحلة ديالنا at 8 مع 8 and we returned to Saidia at 9 in the evening ورجعنا لسعيدية مع 9 ديال العشية. We loved the beaches near Nador. عجبونا الشواطئ اللي كاينين حدا Nador. But we didn't go to the shops. ولكن ما مشيناش للمحلات. We were very busy. كنا مشغولين بزاف. What about you? ماذا عنك? How was your visit to Turkey? كيفاش كانت الزيارة ديالك لتركيا? Did you enjoy it? واش استمتعتي بها? Write and tell me all about it. كتب ليا وعاود ليا كل شي عليها. Tom and Tanya. إذن هنايا قالوا لنا دابا الشق الأول درناه في السؤال اللي هو قرينا الرسالة. دابا غادي ندوروا على الأفعال اللي كاينين في الماضي وغادي نكتبوهم في هاد لا ليست. إلا رديت البال كاع الأفعال اللي أول حاجة بعدا عندي هاد الرسالة كلها كاينة في الماضي. يعني توم وتانيا فاش كتبوا لجيم عاودوا ليه على داكشي اللي داروا في الماضي يسترداي انطلاقا من البارح. عاودوا ليه اش داروا البارح. مشينا سافرنا وتمشينا وعجبونا الهدا يعني كلشي كلشي في البارح وزرنا وبدينا وعجبونا كل شيء كاين في الماضي. يعني اوتوماتيكمون انا غادي نعرف بلي هاد الافعال راه كلهم بيكونوا كونجوغين في الماضي. ثانيا كاينه واحد الحاجه يعني الا لاحظتوا واحد الملاحظه فاش كتقراو فاش كنشوفوا كاع الافعال اللي كاينين الا ردينا ليهم البال في الباسي كلهم كيتسالوا ب اي دي او لا بالفرنسي او دي. كلهم كيسالوا بهاد 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 جوج ديال الحروف او دي على فان. كلهم فيهم traveled walked admired الى اخره. هاك هاد المعلومات غادي يعاونونا. اذا دابا نبداو ندورو على الافعال اللي كاينين كلشي كاينه. بعدا هما دورو لينا على traveled سافرنا. الفعل الاخر we walked تمشينا ندور عليها and admired ندورو عليها كلشهم كيتسالوا بادي. The beautiful houses in small streets last Thursday we visited او تاني كتسالي بادي هاد الفعل ندور عليه تواف كاين في الماضي. We started بدينا او تاني في الماضي ندور عليه. And we returned او تاني في الماضي كيسالي ليا بادي ندور عليه. We loved عجبونا ندور او تاني عليه. We were هذا راه عرفناه قريناه من قبل الverb to be في الباست. Were اذا ندور عليه هذا في الباسي. What about you? How was? عاود تاني هذا تاني الverb to be في الباست ندور عليه. صافي سالينا يعني ما بقاش مازال التفعل في الباسي. اذا هادو اللي دورنا عليهم كلهم غادي نكتبوهم في هذيك لا ليست. اذا غادي نجي لهنا هما بداو ليا traveled. هنا اش غادي نكتب؟ غنكتب walked هنا admired visited started
returned, loved, were, was. يعني خلي لكم ضبط صحيح. ننتقل ثانيا. Read the letter and write the answers with yes or no. قلك نقرأ الرسالة ونكتبوا الأجوبة بنعم أو لا. هنا غادي نكتبوا فيه الأجوبة بنعم أو لا. لا. نشوفوا المثال اللي عطاو لينا هما. قالك Did Tom travel to وجدة؟ واش سافر توم لوجدة؟ نشوفوا الرسالة. توم كتب لجيم قال لي We traveled to وجدة. إذا صحيح فعلا سافروا هما لوجدة. توم سافر لوجدة. الجواب داروا Yes, he did. إذا هنايا إلا رديت البال الطريقة إلا بغيت أنا نطرح سؤال في الماضي أشنو كندير؟ كنستعمل واحد الفعل هو اللي كيعاونني نطرح السؤال في الماضي. أشنو هو ذاك الفعل؟ هو did. أشنو هو أصلا هذا الفعل؟ هذا هو الverb do، يعني أن تفعل do. أشنو هو التصريف ديال هذا الفعل اللي كنا شفنا في إلا كان في البريزون؟ كنقول I do, you do, he does, she does, it does, we do, you do, they do. هذا الفعل إلا أنا بغيت نطرح واحد السؤال في الماضي كيعاونني شنو كندير ليه؟ كنكونجيكيه في الباست. إلا كونجيكيتو أنا في الباست كي كيولي؟ I did, you did, he did, she did, it did. We did, you did, they did. Did كتقال لهم كاملين هادوك البرونونز I, you إلى آخره، أنا، أنت، أنتم، كل شيء كندير فيه did. هاد الفعل هو اللي تيعاونني نطرح السؤال في الماضي. Did Tom travel؟ هذا هو الفعل الرئيسي أنا اللي عندي. واش توم سافر؟ هذا هو الفعل الرئيسي. هاد الفعل كان كونجيكيه؟ لا. اون فوا كندير انا ديد اوتوماتيكمون ما كنكونجيكيش الفعل الرئيسي في الجمله عندي، تيبقى في الانفينيتيف. ما كنقولش ديد توم ترافلد، لا كنديرش هذا في الباسي ولا كنحطو هكاك في الانفينيتيف. علاش؟ حيت انا كاين عندي ديد. ديد راه صافي، هذا الفعل هو اللي عاوني باش نطرح سؤال، ما كنبقاش الكونجيكي اللي تابعو اولا الفعل الرئيسي في الجمله ما تنمسوش باقي الكونجيكي. اذا هنا كيما قلنا خلاصه باش كنطرح سؤال كنستعمل ديد. فاش كنجاوب الا يه، يعني الجواب كان بيه، كنقول يس هي ديد. اجل لقد فعل. ولا لا ولا النفي شنو غادي ندير؟ غنقول نو هي ديدنت. ديدنت هي ديد نوت، غير الاختصار ديال هذا نقول فيه ديدنت. من خلال التمرين غادي نفهمو اكثر. السؤال الاول قالك ديد توم ووك round the town، واش تمشى توم في المدينه؟ نمشيو نشوفوا الرساله. هنا قال لي توم we walked round and admired the beautiful houses and small streets. ايه تمشاو في المدينه. اذا هاد الجوابيه صحيح. غنقول اش؟ غنقول yes he did. Did Tom? Yes he did. ثانيا did Tom and Tanya visit Nador؟ واش توم وتانيا زاروا نادور؟ نمشيو نشوفوا. هنا قال لي last Thursday we visited Nador. ايه مشاو زاروا Nador. شنو غادي ندير هنا؟ yes they did. علاش قلت they did وما قلتش he did؟ ياك هنا درت فيه he did، عناها عاوتاني درت he did، هنا درت they. حيتاش السؤال على من تطرح؟ علاش على من انا سولت؟ سولت على توم وتانيا، سولت عليهم بجوج. هم واش هم زاروا نادور؟ ايه هم فعلوا كذلك، عاد هما زاروا. داكشي علاش غادي نقول yes they did. هنا انا سولت هار على توم بوحدو، داكشي علاش درت هي. هنايا سولت عليهم بجوج توم ان تانيا، الضمير اللي كيعود عليهم هو they. yes they did. ثالثا did they go to the shops؟ واش مشاو للمحلات؟ باش نشوف. هنا قال ليه we didn't go to the shops، ممشيناش للمحلات. إذا هنا باش غادي نجاوب غنقول no they didn't. no they didn't، نقدر نقول no they did not، هي كتجي طويلة
درتها راه كتكون صحيحة، ولكن من الأحسن نقول no they didn't، هي اللي كتجي لي سهلة. رابعا، did Jim travel to Jordan؟ واش جيم سافر للأردن؟ نمشي نشوف هنا شنو قال ليه توم. قال لي how was your visit to Turkey، ماشي to Jordan. قال لي كيفاش كانت الزيارة ديالك لتركيا؟ إذن لا، هو ما مشاش للأردن. هنا غادي نقول no he didn't، no he didn't. واش سافر جيم للأردن؟ لا، لم يفعل. Did they like the beaches؟ واش عجبوهم الشواطئ؟ نمشي نشوف. قال لي هنا we loved the beaches، عجبوهم. إذن هنا نقول yes they did. نخلي لكم ضبط صحيح. ننتقلوا دابا للصفحه المواليه اللي هي صفحه 117. اذا قال لك هنا complete the sentences with did didn't was wasn't weren't. did didn't هادو قلنا الفيرب to do او لا do في الباست، هذا اللي عندي جمله اخباريه، هذا اللي عندي النفي. was wasn't weren't هادو الفيرب to be في الباسي، was wasn't هذا عندي في الجمله الاخباريه، هادو في جمله النفي. اذا حنا غادي نقراو وغادي نشوفوا كل حاجه كيناسبها. اذا هنا عندي واحد ديالو كيدور ما بين مايك وناصر. مايك قال ليه where you travel last weekend، اذا هنا يسولو. قال ليه فين سافرتي الويكند اللي فاتت. اذا انا الا بيت نسول قلنا شنو كندير، كنستعمل فعل مساعد اللي هو did. هنايا هو غير سولو، يعني ماشي غادي ندير نافي ولا شي حاجه، بيقول لي هير واش سافرتي الاسبوع اللي فات ولا الويكند اللي فاتت. اذا شنو غادي نستعمل؟ غنستعمل did. where did you travel last weekend، فين سافرتي الويكند اللي فاتت. ناصر قال ليه to الجديده، but we visit سيدي بوزيد، ولكن هنا زرنا سيدي بوزيد. هو مشاو للجديده حيت هنا قال ليه تو الجديده، الجديده ولكن، يعني شنو غادي يقول ليه؟ ولكن راه مشينا زرنا سيدي بوزيد. لا، بيقول ليه ولكن ما مشيناش زرنا سيدي بوزيد. هذه من خلال السياق ديال الجمله انا راه كنعرف واش هذيك الحاجه بيكون فيها النافي او لا. واه، ومن الاحسن انني نقرا حيت هنا قال ليه واي، نقرا اللي تابعو علاش. يعني هنا راه ماشي قال ليه راه مشينا زرنا، لا، من طبيعه الحال بيكون نافي، دار النفي، لا لا راه ما زرناش. عاد هو هنا مايك قال ليه علاش. اذا شنو هي سميتو ديال النفي اللي كنستعمل؟ تو الجديده، با وي بنقول وي وازنت الفيرب تو بي زعما وازنت، لا اشنو غادي نقولي؟ بنقولي با وي ورنت او لا وازنت، ما كناش زرنا، لا هذه خطأ، ما يمكنش نقول ليه الفيرب تو بي نخدمو تاني مع، لا كنستعمل الفعل المساعد اللي كاين في ليا، حيت هذا الفعل راه نقدر نستعملو الا بين طرح السؤال، ونقدر نستعملو الا بين ندير النفي، كيعاونني باش انني نركب الجملة. But we didn't visit سيدي بوزيد، ولكن ما زرناش سيدي بوزيد. مايك قال ليه واي علاش. ناصر قال ليه because the weather bad، حيتاش الطقس خايب. اشنو بنقول؟ حيتاش الطقس كان خايب. اشنو غادي نستعمل هنايا؟ واش غادي نقول because the weather did bad، because the weather didn't bad، ولا because the weather was bad، because the weather wasn't bad، because the weather weren't bad. الفيرب تو بي راه كنستعملو باش نعبر على الحاله ديال الشيء او لواحد الحاجه كي دايره ولا كي ما دايراش. did و didn't كنعبر عليه باش كنستعملو باش نعبر على الفعل ديال واحد الحاجه، واحد الحاجه تدارت او لا ما تدارتش. هنايا فاش قلنا فاش قال با وي didn't visit، راه ماشي هما الحاله ديالهم هذيك، هما غير ما قاموش بهذيك الحاجه، ما ديك الزياره ما قاموش بها، ماشي هما اللي عايدينها. داكشي علاش هنا قلت با وي didn't visit. بالنسبه لهنايا اشنو انا غادي نستعمل؟ غنستعمل الفيرب تو بي. علاش؟ حيتاش ذا وذر هو اللي خايب، الوذر الطقس هو اللي خايب، الحاله ديال الطقس كي دايره خايبه، داكشي اش بنستعمل الفيرب تو بي. بيكوز ذا وذر اشنو باش بنستعمل؟ واز او لا وازنت او لا ورنت. هنا
ما مشاوش لسيدي بوزيد حيت الطقس خايب. اذا هذه بتكون فيها، ما غاديش يكون فيها النفي، الا درت فيها النفي يعني الطقس ما كانش خايب، ولكن هما لاش اصلا ما مشاو حيت الطقس خايب. اذا هادو دابا حيدناهم لغيناهم. اذا شنو غادي نحط هنا؟ was. The weather was bad. الطقس كان خايب. مايك قال لي you enjoyed the weekend. شنو بيقول لي؟ زعما واش استمتعتي بالويكند؟ واش غادي يقول لي was you enjoy the weekend؟ شنو دابا شرحنا؟ قلنا was wasn't weren't باش نعرف زعما واش نستعمل الفيرب تو دو او لا في الباسي، ولا نستعمل الفيرب تو بي في الباسي. كيف ما قلت الفيرب تو بي واحد الحاجه اللي كتشرح لي الحاله، الحاله ديالي انا، الحاله ديال واحد الشيء كي دايره. ديد او لا ديدنت يعني الفيرب تو دو، القيام بديك الحاجه، ديك الحاجه قمنا بها ولا ما درناهاش ولا فهمتوا كيفاش. اذا هنايا شنو سولو هو؟ قال لي واش استمتعتي بالويكند؟ ماشي هو عيد الويكند ولا عيد الاستمتاع. اذا شنو؟ هل قمت بالاستمتاع؟ داكشي علاش شنو غادي نستعمل انايا؟ ما غاديش نقول ليه واز يو او لا وير يو، لا غنقول ليه ديد. ديد يو انجوي ذا ويكند؟ واش استمتعتي بالويكند؟ ولا كنطرح سؤال بطبيعه الحال راه كنستعمل ديد. ديد يو انجوي ذا ويكند؟ ناصر قال ليه نو no. لا I because my friends with me. شنو غادي ندير هنا؟ No I ما استمتعتش. I didn't. Did you enjoy? No I didn't. Because لا زعما ما استعملتش. علاش؟ Because my friends الأصدقاء ديالي. اش غادي نقول هنا؟ واش بنقول الأصدقاء ديالي did أو لا didn't with me؟ هذا خطأ. غنقول my friends اشنو؟ الفيرب تو بي اللي غادي نستعمل. ما كانوش معايا. الا بنقول ما كانوش معايا يعني هذا النفي، يعني غادي نقول ندير هي هذه. واش نستعمل wasn't او لا weren't؟ عندي انا my friends الجمع، اشنو كندير مع الجمع؟ كندير weren't. اذا غادي نقول my friends اللي هما they، داكشي استعملت weren't. my friends weren't with me، ما كانوش معايا. اذا نعاود نقراوه دابا بعد ما ملئناه. where did you travel last weekend؟ الجديدة. But we didn't visit Sidi Bouzid. Why? Because the weather was bad. Did you enjoy the weekend? No, I didn't. Because my friends weren't with me. نخلي لكم دابا التصحيح. رابعا look at the pictures and write the sentences. قالك ولاحظ الصور، نشوفوا التصاور ونكتبوا الجمل. What did Mansour do in Paris? اشنو دار منصور في باريس؟ عندي هنايا الصوره الاولى داير ليا فيها walk through the triumph arch او triumph arch، واحد البلاصه هذه هي السميه ديالها. اذا منصور تمشى في هذه البلاصه. الصوره الثانيه watch the river سن، شاهد هاد river هاد النهر اللي سميتو سن. visit eiffel tower، زار برج ايفل. visit friends in the city center، زار الاصدقاء في مركز المدينه. اذا حنا شنو غادي نديرو؟ قال لك هنايا what did Mansour do in Paris، شنو دار؟ دار هادشي كلشي. هادشي اش غادي نديرو ليه؟ غنديرو حنايا في الماضي. اذا هنايا عندي الفعل walk through the walk. الا بغيت انايا نحولها للماضي شنو قلنا كنديرو؟ كنزيد ليها اد على فان. اذا غادي تولي اش غادي نقول؟ what did Mansour do؟ he walked through the triumph arch. ثانيه watch، watch في الماضي watched. النطق بلا ما تبرزطوا به راسكم، حيت بعد الخطات غادي تسمعوا walked watched، بعد الخطات غتسمعوا visited. يعني هاد كاين شي حاجه بنقولها visited، كاين شي حاجه بنقولها غير walked. النطق بلا ما تبرزطوا بهم راسكم حتى كاع ان شاء الله، ونناقشوا النطق من بعد. دابا حنا غير نعرفوا بعدا الكتابه ديالته كي كتكون، او لا كيفاش انا غادي نحول واحد الفيرب من الانفينيتيف للماضي، كنزيد ليه او دي على فان. اذا هنا اش غادي ندير؟ هي واتشد ذا ريفر سين. الصوره الثالثه فيزيت نديرها في الماضي، اش غادي نقول؟ هي فيزيتد ايفل تاور. الاخرى ثاني هي فيزيتد فريندز ان ذا سيتي سنتر. نخلي لكم دابا التصحيح.
ننتقلوا الخامساً، قالك write about what your partner did last week. اكتب على شنو دار الصديق ديالك ولا الزميل ديالك ولا الشريك ديالك السيمانه اللي فاتت. Did you phone a friend last Saturday? Yes, I did. No, I didn't. غديروا بحال هذا الشكل، انت غادي تقول غتسول والزميل ديالك غيجاوب yes I did او no I didn't. هاد المثال اللي عطاو، Did you phone a friend last Saturday؟ واش اتصلتي بشي صديق السبت اللي فات؟ انت مثلا سولتي الزميل ديالك هو بيجاوبك yes I did، اياه لقد قمت بذلك، او لا no I didn't، لا ما لم اقم بذلك. نفس الحاجه غادي نديروها لهاد لي سيتوياسيون اللي عطاو لينا هنايا. فون فريند هادي راه دابا داروها لينا، يعني الاتصال بصديق. ثانيه ترافل تو اكادير، سافر لاكادير. اذا بتسول انت الزميل ديالك ولا هو بيسولك بيقول لك واش سافرتي لاكادير، يقدر يقول لك واش سافرتي لاكادير يسكت، ولا واش سافرتي لاكادير الاسبوع اللي فات. اذا كيفاش غادي نسول؟ قلنا بحال هاد الشكل، ديد هو الاول غادي نقوله، ديد هكا باش كنسول السؤال في الماضي. ديد شكون اللي كنسول؟ داك اللي قدامي. ديد يو، ديد يو. ونكمل travel to Agadir. Did you travel to Agadir last week؟ واش سافرتي لأكادير الأسبوع اللي فات؟ أولا نقول مثلا Did you travel to Agadir؟ واش سافرتي لأكادير؟ الزميل ديالك أولا أنت إلا تسألتي غتجاوب إلا سافرتي غتقول Yes I did، أيه سافرت. No I didn't، لا لم أقم بذلك. Visit the مدينة، زرتي المدينة. Did you visit the Medina? Yes, I did. No, I didn't. Enjoy the beach. نستمتع بالشاطئ. Did you enjoy the beach? واش استمتعتي بالشاطئ؟ Yes, I did. No, I didn't. Stay in a hotel. أنك تبقى في الأوتيل. Did you stay in a hotel? Yes, I did. No, I didn't. Invite a friend home. تعرض على شي صديق للدار. Did you invite a friend home? Yes I did أو لا no I didn't. نخلي لكم ضبط صحيح. هنا قال لي remember this، عطاونا هنا واحد القاعدة قال لنا نتذكروها. عندي الفيرب في الانفينيتيف، انفينيتيف visit look، انك مثلا تزور و تشوف. الا انا بغيت نكونجيغي في السيمبل باست كنزيد ليه او دي على فان، اذا الفيرب زائد اي دي كيولي visited looked، هذا هو الماضي. بالنسبه للكتابه الا كاين عندي شي فعل كيسالي ب او على فان ما يمكنش ليا نزيد ليه ثاني او دي، حيتاش بيوليو عندي جوج ديال او، بيكون عندي اختلاف ديك الساعات، يعني الكتابه بتكون خطا. اشنو كندير؟ كنزيد غير دي بوحدها حيت اصلا انا كاينه عندي او. بحال هنا مثلا فون زعما الاتصال، اولا انفايت تعرض، الا درتها في الماضي كتولي ليا فوند انفايتد، كنزيد لها غير دي. اللي ما فيهم او هما اللي كندير لهم او دي على فا، حيت قال لك انا فيرب اندين ان اي كنزيد لها غير دي بوحدها حيت ديجا كاينه اي. الاخرين اللي ما فيهم كندير لهم اي دي. بالنسبه في الباست باش سهل، هاد الفيربز اللي كاينين عندكم هاد العام هادو كيتسموا regular verbs. هاد لي فيرب كنزيد لهم غير او دي على فان. في العيمان الجاي ان شاء الله غادي تعلموا واحد النوع اخر ديال الافعال، حتى تشوفوا الطريقه اللي كنديروا ليه بلا ما تعمروا به دابا راسكم. يعني يكفي انني هاد الافعال اللي كيعطيو ليا هنايا نعرف انني الا بغيت نحولهم للماضي كنزيد لهم اي دي، اولا بالفرنسي كنقول ليها او دي. اذا كانت هذه النهايه ديال الحصه ديال اليوم، نتمنى تكونوا فهمتوا. اللي ما فهم شي حاجه يخليها ليا في التعليق. نتلاقاو ان شاء الله في حصه جايه بصفحات مواليه من كتاب المدرسي فوكس للغه الانجليزيه بالنسبه لسنه ثالثه اعدادي. بالتوفيق للجميع.